خلينا نروح لفقره الكونفرنس او الفيديو كونفرنس النهارده، ومعانا الحقيقه واحد من المدربين او المدير الفنيين اصحاب السي في الرائع، والحقيقه ليه تجارب كبيره جدا مع فرق ومع انديه ومع منتخبات وفي عدد كبير من القارات. الحقيقه كان مدير فني سابق طبعا لفريق ريال مدريد، تولى تدريب ايضا فيا ريال الاسباني، تولى تدريب منتخب كندا، بالاضافه لاكثر من تجربه ليه في القاره الافريقيه. بنيتو فلورو هو ضيفنا في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. بدايه طبعا نرحب بيه ونشكره على مشاركته معنا. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، وشكرا على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسه. سعيد للغاية بتواجدي معكم، وأنا سعيد طالما أتحدث عن كرة القدم وعن أشياء جميلة في كرة القدم وعن المدربين وعن اللاعبين، والتحدث عن كرة القدم هو أمر جيد بالنسبة لي. خليني أبدأ معك بالكلاسيكو اللي الحقيقة يمكن عشاق الكرة الأسبانية، عشاق الليجا تحديداً، ساعدوا بشكل كبير جدا، مش بفكره فوز برشلونه او تغلبه على ريال مدريد، لكن استعاده الكلاسيكو في حد ذاته كمنافسه بين الغريمين التقليديين لقوته لروعته لمتعته بعد سنين تراجع فيها بشكل كبير. ازاي شفت الكلاسيكو؟ ازاي شفت تفوق تشابي على انشيلوتي؟ وازاي شفت الفوز والنتيجه العريضه اللي حققها البارسا على ريال مدريد؟ bueno. Puede haber diferentes opiniones. هناك آراء عديدة حول هذا الأمر. أعتقد أن ريال مدريد لم يظهر بالشكل المعتاد، وبرشلونة كان لديه الفرصة لكي يفوز على ريال مدريد، وهذه المباراة بين الفريقين، هذا يكسب مباراة والآخر يكسب مباراة أخرى، وأعتقد أن برشلونة استحق الفوز عن جدارة. يعني البعض بيرى أنه تشابي استعاد النسخة الأروع والنسخة الأقوى من برشلونة، هل بتشوف في ظل تألقه طبعا في الكلاسيكو وفي ظل صدارته للدوري الأسباني أنه برشلونة عادت من جديد؟ بطبيعة الحال برشلونة مع تشافي لم يكن لديه السيطرة الكبيرة المستمرة، نتحدث عن استمرارية الأداء. ريال مدريد كان عليه أن يقوم بعمل كبير على مدار العام، وأعتقد أن ما حدث هو أمر طبيعي لأنك تتحدث عن فريقين كبيرين، ومن حين لآخر الفريق يهيمن والآخر يتراجع، هذا أمر طبيعي في كرة القدم، ولكن وأعتقد أن ما حدث هو أمر طبيعي. أعتقد أن هذا لا يخفي أن ريال مدريد كان متفوقا على برشلونة على مدار الموسم الماضي. يمكن كثير من الجماهير أو المنتمين يعني لفريق ريال مدريد بترى أنه إدارة النادي أخفقت، وأنه كارلو أنشيلوتي لا يتحمل وحده نتيجة تراجع المستوى والنتائج، وأنه إدارة ريال مدريد لم تبرم صفقات تستطيع أنها تضع الريال في المقدمة في وقت تم العودة من جديد وفتح ملف عودة أو استقدام الموهبة الفرنسية كيليان إمبابي. تتفق مع نفس وجهة النظر؟ وهل بترى أن إمبابي قد يكون قريب من البرنابيو؟ عن مبابي أعتقد بالطبع الجميع يعلم طبيعة هذا اللاعب، هو لاعب استثنائي ويمتلك إمكانيات كبيرة ويمتلك سرعة كبيرة، وريال مدريد يحتاج للاعب بهذه الإمكانيات وهذه المواصفات، وأنا لست متفاجئا من هذا الأمر من تجدد المفاوضات. أما عن الإدارة فهذا أمر يخص الرئيس، ولكني أعتقد أن أي فريق يمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة يستطيع أن يدعم صفوفه في أي وقت من الموسم، وأعتقد أن ريال مدريد قادر على استخدام لاعب استثنائي مثل مبابي. هل ده معناه أنه مع وجود صفقات
قد يستمر كارلو أنشيلوتي في مهام منصبه ولا مرحلة أنشيلوتي قاربت على الانتهاء ولابد من إيجاد مدير فني جديد؟ لا لا أعتقد هذا. أنشيلوتي قدم بطولات كبيرة مع ريال مدريد وهو مدرب مثقف وإيجابي للغاية ويمتلك هوية ريال مدريد وجدد من دماء ريال مدريد والمنافسة على الألقاب، وكان أداء إيجابي للغاية في الفترة الأخيرة، وكان الفريق يقدم كرة قوية، ولكني أعتقد أن مع تجديد الفريق ودماء الفريق أعتقد أنه قد يستعيد هويته مرة أخرى. حقيقة الأمر أننا كمدريديين نمتلك الرغبة الكبيرة في تقديم الأداء الرائع في كل وقت، ولكني أعتقد أن ريال مدريد سيبقي على أنشيلوتي لأنه قدم مواسم رائعة حتى في الموسم الحالي أو سواء المواسم السابقة. هو رجل مثقف كرويا ورجل إيجابي، وأعتقد أنه سيستمر مع الريال. طيب خليني أروح لبرشلونة، والحقيقة يمكن بعد مباراة الكلاسيكو الأخيرة، وإن كان ده يمكن ظهر مع المنتخب الأسباني قبل كده، لكن ظهر يمكن بشكل أوضح وأكبر في الكلاسيكو الأخير، الكلام على موهبتين جافي وبيدري، اللي يمكن كتير من الناس بدأت تشبههم بإنيستا وتشابي في فترة من الفترات، وبيقولوا إن هم مستقبل الكرة الأسبانية. متفق؟ هل بتشوف إن هم فعلا امتداد حقيقي لنجمين كبار زي تشابي وإنيستا اللي كانوا سبب يمكن رئيسي في تحقيق إسبانيا حتى لبطولة كأس العالم في النسخة الوحيدة اللي حققها الماتادور الأسباني؟ هذا يحدث دائما عندما يظهر لاعبين صغار لديهم القدرة الكبيرة على الاستحواذ والحفاظ على الكرة وبما يقدمونه في داخل الملعب. هذا بالطبع واضح لكل للجميع أن هذين اللاعبين يمتلكان إمكانيات كبيرة ولديهم مستقبل كبير، ولكن أعتقد أن في المونديال لم يستطيع أن يظهر إمكانياتهما بشكل كبير كحال المنتخب بشكل عام، ولكني أعتقد أنهما لاعبان كبيران يمتلكان إمكانيات كبيرة في لمساتهم للكرة والاستحواذ على الكرة، وأعتقد أنهم يمتلكان مستقبل رائع. يعني فهمت من كلامك ضمنيا كده أنك يمكن شايف أنه المنتخب الإسباني ما ظهرش في نسخة الأخيرة لكأس العالم بالشكل اللي يتناسب مع قيمته أو أسماء النجوم اللي بيضمهم. هل أنت متفق على نهاية مرحلة أو على رحيل لويس إنريكي من قيادة المنتخب الإسباني، ورأيك في المدير الفني الجديد؟ لويس إنريكي كان معي عندما كان لاعبا في ريال مدريد، لاعب يمتلك عقلية كبيرة وهو لاعب مقاتل ويمتلك العقلية القتالية. لقد استطاع أن يكون فريق جيد بالنسبة لي. أعتقد أن مسألة أن يجب أن يكون هناك توافق لعدد من الأمور والعناصر. لقد ركز على هوية المنتخب وكيفية الاستمرار في الاستحواذ على الكرة واللمسات العديدة للكرة. الأمر سار بشكل جيد في مباراة كوستاريكا، سار بشكل رائع من حيث الأداء والأهداف الغزيرة، والجميع توقع أن يظهر المنتخب بصورة قوية والفوز بالمونديال، ولكن كما حدث في نسخ سابقة من البطولة المنتخبات المنافسة استطاعت أن تتفطن لهذا الأمر وتحفظ طريقة المنتخب. الأمر سار بشكل جيد في مباراة كوستاريكا، في وجهة نظري الأمور سارت بشكل جيد معنا في هذه المباراة، ولكن في بقية مباريات المونديال أعتقد أن المنافسين استطاعوا أن يحفظوا طريقة المنتخب. أعتقد أن
أن المنتخب أن الفريق لم يقدم الأداء الطيب في المباريات التالية ولم يظهر بنفس الأداء في المباراة الافتتاحية، وأعتقد أن نتيجة ما حصل من خروج هو كان الاستغناء عن لويس أنا عارف أنه في فترة من فترات مشوارك يعني كنت بتشتغل في المغرب وتوليت مسؤولية تدريب فريق الوداد، إزاي تابعت المباراة المغرب وإسبانيا وإزاي شفت تطور الكرة المغربية اللي قدرت أنها توصل للدور قبل النهائي وخرجت على إيد طبعا منتخب فرنسا حمل لقب النسخة قبل الأخيرة؟ نعم، لقد كنت هناك مع الوداد، وداد كازابلانكا، ولاحظت أنهم يمتلكون لاعبين ممتازين صغار، لاعبين صغار، ولكن في المونديال وصلت اللحظة المناسبة وعلقت مع أصدقائي. بالطبع لم أعلن عن هذه التعليقات، أن الفريق الذي استحق أكثر أن يكون صح أن يفوز بالمونديال هو المغرب. المغرب قدم بطولة رائعة في قطر لأنه كان يمتلك مدرب قوي، مدرب رائع، والقوام وقوام الفريق أيضا، وكان يقدم كرة قدم جميلة. هي كرة قدم كلاسيكية ولكنها في بعض الأحيان كرة حديثة، وكنت أرغب في أن أرى المغرب يتوج بلقب المونديال. طيب، هسيب مونديال المنتخبات واروح لمونديال الأندية. يمكن بعد أيام قليلة بتفصلنا عن نسخة جديدة من نسخ كأس العالم للأندية اللي هيشارك فيها طبعا فريق ريال مدريد، واللي منتظر انه في بداية مشواره يقابل واحد من ثلاث فرق: أوكلاند سيتي أو الأهلي المصري أو سياتل ساوندرز الأمريكي. من وجهة نظرك مين صاحب الفرص الأكبر من الثلاث فرق دول للوصول للمربع الذهبي أو الدور قبل النهائي ومواجهة ريال مدريد؟ بالنسبة لي ريال مدريد فريق قوي ويدخل أي بطولة لكي ينافس عليها، وأعتقد أن la pregunta ha sido porque quién de los tres equipos podría estar al frente de Real Madrid en las semifinales, el Ahly o Seattle. طيب السؤال بس، انا عارف طبعا ان ريال مدريد هو اقوى الفرق اللي بتشارك في البطوله وهو المرشح الاول لتحقيق اللقب، لكن في الادوار التمهيديه الاهلي هيواجه اوكلاند سيتي والفائز منهم هيواجه السياتل ساوندرز الامريكي عشان يتاهل فريق واحد من الثلاثه اللي مواجهه الريال. من وجهه نظرك كمدير فني يعني مين الفريق الاقوى او الفريق صاحب الحظوظ الاكبر في الوصول لمواجهه ريال مدريد؟ ليفربول está no el A sí Klopp es un entrenador como debe de ser, me encanta, muy bueno. Muy bueno, me recuerda a mi etapa de cuando yo era اتذكر فترتي عندما كنت cómo maneja el equipo, cómo no cómo pero, le apoya, mister cómo... la pregunta ha yo sido creo que cualquier equipo que tenga a Klopp tendrá hola. La posibilidad de ganar lo que esté disputando. Hola. Hola, mister, ¿me escucha? Señor Benito Floro. طيب، يعني يبدو انه في مشكله في التواصل. كان يهمني جدا اساله في الجزئيه دي لانه الراجل الحقيقه عنده خبره، تولى بالفعل مسؤوليه تدريب ريال مدريد، تولى مسؤوليه تدريب الوداد المغربي، فملم بالتاكيد بالكره الاسبانيه الكره الاوروبيه والكره الافريقيه.